الصقيع متوقع أن يتشكل من جديد خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء واسعة من شمال المملكة. التفاصيل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم المناطق، لكن شديدة البرودة كنتيجة لاستمرار تأثيرات الكتلة الهوائية شديدة البرودة في عموم المناطق، كما هبت رياح شرقية نشطت السرعة عملت على إثارة الأتربة والغبار على سواحل وسط البحر الأحمر بما فيها مدينة جدة، وهي ما تسمى محليا برياح الصبر. نبدأ نشاطنا باستعراض صور أو خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم. تبقى المملكة تحت تأثيرات هذه الكتلة الهوائية شديدة البرودة والمرتفع الجوي الذي سيطر على عموم شبه الجزيرة العربية، والذي عمل على نشاط في سرعة الرياح الشرقية على سواحل وسط البحر الأحمر بما فيها مدينة جدة. يوم السبت بإذن الله تستمر هذه الكتلة الهوائية الباردة بالتأثير، لكن بأقل شدة نوعا ما من الأيام الماضية. ترتفع قليلا درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لكن تبقى أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، وتعود وتنخفض مجددا خلال ساعات الليل لتلامس هذه المرة الصفر المئوي فقط في المنطقة الشمالية، فيما تكون أعلى من الصفر المئوي في عموم المنطقة الوسطى الشرقية وأيضا الغربية والجنوبية من المملكة. العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة: تسود أجواء صافية، 5 درجات مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 3 درجات مئوية، رطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة: يوم السبت 16 إلى 9 درجات مئوية، ترتفع يوم الأحد تسجل 22 إلى 14، وتعود لمعدلاتها يوم الاثنين تسجل 25 إلى 13 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الأحد أو ليوم السبت، نبدأها من المنطقة الشمالية: تبوك 18 إلى 5، سكاكا 16 إلى 5، وعرعر 13 إلى درجتين. المنطقة الغربية: المدينة المنورة 25 إلى 13، جدة 27 إلى 19، مكة المكرمة 29 إلى 19، والطائف 21 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية: الباحة 15 إلى 10، أبها 19 إلى 12، وجازان 29 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الدمام 17 إلى 10، حفر الباطن 13 إلى 7، والإحساء 15 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الوسطى: العاصمة الرياض 16 إلى 9، بريدة 15 إلى 8، وحائل 17 إلى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشاطنا، إلى اللقاء.